مساء الجمال عليكم وعلى كل مشاهدي برنامج الجريء والجميلة في كل مكان. النهاردة حلقتنا يعني متنوعة شوية، فيها شوية اختلاف بسيط، لان احنا النهاردة معنا خبير التجميل شيماء رياض. هي كانت شرفتنا قبل كده وشرفتنا تاني النهاردة. ازيك يا استاذة شيماء؟ اهلا بيك. عاملة ايه؟ الحمد لله. ومعنا المذيعة الجميلة صديقتي واختي كريمة. ازيك كريمة؟ ازيك يا محمد، عامل ايه؟ نبقى. الحمد لله. ازيك يا شيماء، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انت بقى زي ما محمد قال، انت نورتينا قبل كده وبتنورينا تاني النهارده للمره الثانيه. شكرا. بس المره دي بقى مختلفه. انت مجهزه لنا ايه بقى النهارده؟ النهارده هعمل ادفايسز للبنات عشان يعرفوا ازاي يأهلوا بشرتهم قبل الميك اب عملي، علشان يعرفوا الخطوات ستيب باي ستيب. طب يلا ورينا. اوكي، انا بس عاوزه يعني اشرحها باختصار الاول. اللي هي أيوة، احنا عايزين نعرف ايه الخطوات اللي المفروض تقوم بيها كل بنت اول ما تصحى من النوم الصبح عشان ترطب بشرتها. هما اربع حاجات: غسول، تونر، سيروم، ترطيب. تمام. ف انا هتكلم عنها دلوقتي عملي عشان اوكي. اتفضلي. اوكي. اول حاجه احنا بس عايزك وانت بتشرحي يعني وانت تشرحي بالتفصيل عشان الناس تبقى فاهمه قوي انت بتعملي ايه عشان تعمل يعني تعمل الكلام ده في البيت. اوكي. هي احنا اهلنا البشره هي عملت تنظيف خفيف كده بالميسيلر. اوكي. بس هو في منظفات يعني بتبقى على حسب نوع البشره. احنا اول حاجه كل بنت تخلي بالها او ست او مهما كان عمرها ايه، ايه الحاجه المناسبه ليها او حسب نوع بشرتها. بالظبط. في ناس سنسيتيف سكين فلازم ان هي تستخدم حاجات اللي هي الكريمي اكتر، ما بتبقاش فيها كيميكال كتير زي الحاجات اللي هي الغسول. أيوة. في حاجات بتبقى مثلا لازم تعمل تقشير في كده. فاحنا هنعمل الخطوه الاولى او الخطوه اللي هي بقى الغسول، صح كده؟ اه، اللي هو انا بنضف البشره من اي اتربه او اي حاجه عليها، صح كده؟ بالظبط. او اثار ميك اب او اي حاجه من دي. في انواع غسول معينه مثلا انت بتحبي تستخدميها ولا عادي؟ اه طبعا، في حاجات كتير، في الملك، في اللي هو على شكل صابون، في الفوم، في حاجات كتير. بس هي كل بشره بتختلف على حسب نوعها. ناس كتير قوي بتجيب حاجات غاليه بس هي مش عارفه تشخصها ازاي المناسب ليها، مش عارفه تستعملها يعني. بالظبط، يعني ممكن تبقى غاليه جدا وبتديها نتائج مش كويسه، فده بيبقى خطا في اختيارها ليها. هو احنا اصلا ينفع نعمل الروتين اللي حضرتك هتعمليه ده مثلا في البيت يبقى روتين يومي؟ طبعا، ما هو اللي انا بتكلم فيه ده روتين يومي. يعني روتين يومي اقدر ان انا مثلا مش خبيره تجميل ولا حاجه ان انا اعمله لنفسي. بالظبط. ما هو ده اللي انا عاوزه اوصله للمشاهدين، ان دي حاجه بسيطه جدا واي حد يقدر يعملها. بشره الموديل دي بشره ايه، دهنيه ولا جافه ولا مختلطه؟ مختلطه. حساسه كمان. دلوقتي احنا عملنا اول خطوه اللي هي تنظيف البشره. طبعا هو ده تنظيف سطحي، التنظيف العميق بيجي مع الوقت. يعني كل مره مع الاستخدام تعمل سكراب لبشرتها دايما. طبعا السكراب بيكون مثلا على فترات، ممكن مرتين في الاسبوع او مره كل اسبوع. طب ايه بس السكراب ده عشان الناس اللي ال التقشير يعني اللي هو تنظيف الطبقه الخارجيه. في ناس بشرتها من قله شرب الميه بتعمل قشور، فهو ده بيكون تنظيف للبشره الخارجيه زي الجلد اللي هو الميت ده اللي بيتكون، فلازم يتنظف اول باول علشان ما يسدش المسام ويعمل حبوب للبشره. تمام. الخطوه الثانيه اللي هو التونر. طب بمناسبه الحبوب، في بنات كتير جدا بتعمل تنظيف بشره سواء لنفسها او في اي مكان وبيطلع لها حبوب، دي من ايه وايه علاجها؟ يعني ممكن بيكونوا بيستخدموا خامات مش مناسبه ليهم، ممكن تكون حاجات اكسباير، يعني هم مش عارفين ان هم من وقت الفتح بيكون في حاجات منتهيه الصلاحيه. بتبقى من في حاجات منتجات كتير من الفتح بيكون مكتوب مثلا 6 مانثز، بيبقى مكتوب على العبوه. لكن في ناس بتشوف ان الاكسباير ديت بتاع المنتج بيفكروا ان هو ده طول ما هو موجود الصلاحيه شغاله، لكن هو من الفتح. اوكي، فهم لازم يعرفوا الحته دي. الحاجه الثالثه اللي هو الشيفنج. الشيفنج، الناس اللي بتعمل، كنت لسه هسالك ايه مميزاته وايه عيوبه. الناس اللي بتعمل ازاله للشعر اوقات كتير بيحصل لهم حبوب بعد الازاله. ممكن تكون تريدنج اللي هي الفتله، ممكن يكون الواكس، الحاجات دي. فكل واحده تعرف ايه المناسب لبشرتها وتستخدمه. اوكي. تاني خطوه اللي هو التونر. انت خلاص كده عملت الغسول. اول حاجه احنا قلنا المرحله الاولى، الاولى اللي هي غسيل البشره. بعد كده بتحط التونر. التونر ده بقى ليه مهمتين: تعقيم البشره وغلق المسام. لما احنا بنغسل بالصابون او باي حاجه كيميكال او طبيعي او اي تنظيف ما، بيفتح المسام.
عشان هو بينظف يعني بيعمل عمق شويه في البشره، بيتعمق في البشره. فالمسام بتتفتح، لما بتتفتح لازم نقفلها. طب لو اصلا واحده المسام بتاعتها بتبقى مفتوحه، يعني انا بشوف بنات كتير مثلا عندها في خدها المسام بتاعتها مفتوحه، دي بتتعاملي معاها ازاي في تنظيف البشره؟ الخطوه دي هي نفس الخطوه، لازم الخطوه لغلق المسام مع الوقت، يعني حتى لو دي طبيعتها، مع طبيعتها مع الوقت، الا اذا بقى الموضوع قوي فبيضطر يروح عيادات التجميل يقفلوها بالليزر، بيعملوا جلسات لتضييق المسام. طيب في حاجات تانية بتبقى في البشره بتبقى عباره عن إيه؟ يعني زي فتحات زي اللي في وش الموديل دي، بصي حضرتك كده على خدها اليمين، بصي هتلاقي فيه زي ايه. ايوه هي الحته دي. دي عباره عن ايه وعلاجها ازاي؟ هي بتقول ان هي ايه السبب، انت بتقولي انيميا، كانت انيميا يعني خلل في انسجه البشره، يعني اللي حصل لها ده خلل في انسجه البشره. بس في ناس بتقعد فتره المراهقه بيطلع لها حبوب للشباب، فبتقعد تلعب فيها كتير فبتعمل حفر. اوكي، فبتفضل على كده. لكن انا بنصح اي حد عنده حبوب في البشره او كده ما يلعبش فيها. في صابون بيبقى لتعقيم البشره في سن الفتره دي، وبعد كده بيستخدموا في كريمات طبيه وحاجات زي كده بتبقى على مكان الحبايه بالظبط، فبتنشفها فبتبدا تلم لوحدها وتقفل. هي دي اكتر حاجه يعني. بالنسبه للرموش، في ناس بتستخدم اللي هي الرموش اليوميه، وفي ناس بتستخدم الرموش اللي هي 1 باي 1. ايه الاحسن فيهم؟ هي دي ليها مميزات ودي ليها عيوب. انا مش مع الناس اللي دي ليها يعني مميزات ودي ليها عيوب، ولا كل واحده ليها مميزات وعيوب؟ لا، اللي هي اليومية دي ليها مميزات. ان الجلو بتاعها ما بيبقاش سترونج فبسهوله بيتشال. انما ال 1 باي 1 الجلو بتاعها بيبقى قوي جدا، طبعا عشان بيقعد فتره اطول. هي اصلا بتقعد فتره قد ايه؟ اقل فتره مثلا مينيموم 20 يوم شهر كده، على حسب طويلة اهتمامها بيها. طبعا. بس طبعا وهي بتطلع مع الرمش الطبيعي، فانا مش مع الموضوع ده كمان، بتبوظ الرموش خالص طبيعي. بالظبط، فالهي اليوميه احسن حاجه، وبتقدر ان هي تتحكم في نسبه البلو كمان. تقدر تحطها على الروتس بتاعه اللاش بتاعتها، او ان هي تحطها على مسافه ابعد وتظللها مثلا بالايلاينر او اي حاجه. تمام. ازاي كل بنت تختار نوع الرموش المناسب لوشها او لعينيها؟ طيب اوكي، اذا عندنا وقت انا هوريكي اكتر من حاجه. طب اتفضلي. احنا دلوقتي الخطوه الثانيه عملنا تعقيم وعملنا تنظيف غلق للمسام. اوكي، بالفقره بتاعه التونر. الخطوه اللي بعدها ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ السيروم. ده بيعمل ايه بقى السيروم؟ السيروم مهم جدا لسبب ان السيروم بيدخل للطبقه الثالثه من البشره. احنا دلوقتي بنشتغل يعني على الطبقه الاولى والثانيه، السيروم بيتعمق خالص. بالظبط، فهو مجرد ان هو دخل للطبقه الثالثه من البشره بيدينا استعداد ان احنا نشتغل بعد كده بترطيب او اي حاجه. تمام. ده غير ان السيروم لما بيدخل في الطبقه الثالثه بيعمل امتلاء. يعني ايه امتلاء؟ الناس اللي عندها جفاف شديد في البشره ترتيب. هو بصي، هو نوع من الترطيب بس داخلي، يعني احنا مش هنستغنى عن الترطيب بتاع الطبقه الاولى اللي هي المرحله الرابعه اللي هنتكلم عنها. فهو بيعمل امتلاء، يعني الناس اللي بشرتها جافه جدا ودراي سكين، يعني اللي هو الناس اللي ما بتشربش ميه لاسبابها، يعني قله شرب الميه، قله النوم كويس، لازم ميه عشان ترطيب، نضاره. بالظبط، ومش بيعملوا العنايه اليوميه. يعني الحاجات اللي احنا بنعملها دي المفروض انها تتعمل الصبح بالليل. طيب ماشي، ممكن نكمل؟ طيب اوكي، اتفضلي. عايزين بس يعني نكمل وتشتغلي عشان الوقت بتاع. اوكي، ده السيروم صح كده؟ تمام. بيتحط بالطريقه اللي انت بتعمليها دي بالظبط؟ ممكن بالايد كمان او ببراش او اي حاجه. ده بيخش على الطبقه الثالثه بالظبط من البشره، بيساعد على ايه بقى؟ غلق المسام بتاعتها. لا، هو مش بيغلق المسام، هو بيمتلاء الترطيب في الوش. ماشي، مش مذاكر. طبعا يا جماعه السيروم ده احنا ما بنقربش للعين، لان في سيروم مخصوص للعين وفي كريمات مخصوصه للعين. تمام. وما تنسوش واحنا بنوزعه نعمل ليفتنج للبشره. احنا عندنا العضله دي والعضله دي، فالمفروض ان احنا لما نيجي نوزع السيروم صح كده، الحركه دي بتنشط العضله دي
وبنعمل ليفتنج ونيجي هنا نحرك شويه كده زي مساج كده. بالظبط جميله خالص. اه ومنطقه التي زون دي مهمه جدا ان احنا نشتغل عليها برضو في الترطيب. او برضو ورينا الحركات كده عشان الناس تشوف كده. اوكي هي بيبقى فيها ضغط خفيف كده بس بتعمل مساج كتير حلو للبشره. ولما تيجي يعني هو المفروض ان انا اكون اكيد ده بيعمل نضاره لانك كده بتعملي الدوره الدمويه في الوش بيعمل نضاره بتجدد الدوره الدمويه بتاعه البشره. وفي حركه خفيفه كده اللي هي كده دي بتنشط العضله اللي تحت العين العضله فبتمتص بسرعه مذكرة. وفي حاجه كمان في حاجه قديمه قوي يا جماعه الناس كانت تجيب معلقه كده وتحطها تسقعها كويس وتقوم ايه ممشياها تحت العين هنا كده فدي بتشد المنطقه دي وبتخليها كويسه مع اي برنامج للعنايه. بس انا جايبه لكم دي معايا هي برضو نفس الفكره بس دي بشوفها كتير. دي لما نحب نعمل مثلا يعني مساج خفيف كده بس بنعمل كده وبنطلع على فوق ونقف كده. اوكي ما نرجعش بيها هي طالعه ونقف القف. وحتى لو رجعتي بيها كده تقفي هنا وتحركي شويه. دي اللي تحت العين بدل المعلقه يعني الناس اللي يعني اصل احنا مش التطور احنا مش حاجه جديده احنا مش لازم يعني نتقيد بحاجات تكون يعني غاليه على الناس او كده. فكره المعلقه كافيه او معلقه الشاي الصغيره سقعيها وحطيها كده وحركيها لان هي فيها كيرف كده فهيظبط معاها هي ماشي. الفكره في كده. وانت بتعملي روتين كلمينا ازاي اعالج الهالات اللي تحت العين. انا مجهزه لكم وصفه معايا. اوكي هي ناس كتير عندها المكان ده بيجيلي اسئله كتير عليها بيجيلي اسئله كتير عليها فهي انا مجهزاها. على فكره احنا معانا 4 دقايق بالظبط على الختام بتاعنا. اوكي هي دي الوصفه اللي تحت. الله ده ايه ده بقى كده؟ الوصفه دي عباره عن ارفعي راسك شويه عباره عن شاي الاخضر حلو والسيروم المخصوص اللي هو بيكون تحت منطقه العين. اوكي هحطها بس حضرتك عايزه ان والصبار. البنت تعمل كل يوم الترطيب لا ده لا دي مش لازم اصل احنا عشان بنتكلم خد وقت طويل لكن هو بياخدش وقت طويل. احنا دلوقتي هنحط دي عشان هي واضح ان عندها هالات ده بيكون اكتر حاجه من قله النوم. ممكن تعمل سي بي سي ممكن يكون عندها نقص هيموجلوبين او اي حاجه في الحاجات دي انيميا وقله شرب الميه. تمام طب احنا معانا صور عايزين نعرضها. اتفضل بس وانت شغاله برضه يعني تشتغل وهنعرض الصور. بس النصيحة كده الأساسية لازم كل البنات تشرب مية كتير عشان النضارة. دي أهم حاجة. احنا عندنا مرطب اللي هي المرحلة الرابعة اللي احنا هنتكلم على ترطيب البشرة بيكون في خفيف الترطيب اللي هو اليومي ممكن قبل الميك اب بيبقى حاجات خفيفة زي كده. ده البيزنس كارد يا جماعة بتاع خبيرة التجميل شيماء رياض عليه الانستجرام وعليه الفيس وعليه اليوتيوب صح يا أستاذة شيماء؟ وعليه كمان تويتر والسناب. والوصفه دي بالتفصيل انا منزلها في حلقه امبارح في على اليوتيوب فاللي حاببها بالتفصيل خشوا على لينك اليوتيوب بتاع خبيره التجميل شيماء رياض هتلاقوا الوصفه دي بالظبط واتفرجوا برده على الحلقه على اليوتيوب برده هتلاقوا الوصفه دي. انا عايزه اتكلم عن المرطب ده ان هو المرطب اللي هو الليكويد ده ينفع يتحط قبل الميك اب ويوميا عادي لكن اللي هو الكريمي بيكون تقيل شويه زي كده ده هيكون صعب شويه ان هو يتحط يوميا يعني بيكون قوامه زي كده. فعلى حسب نوع البشره وانا بنصح اي بنوته ان هي او اي حد ان هو لازم يعرف نوع بشرته ايه ويعمل التيست اللي هو بيبقى جنب الودن كده على اي منتج حتى لو كان غالي يشوفوا هما بيحسوا بايه وقتها اذا كان اوكي يكملوا فيه. طيب مده الماسك ده قد ايه يعني بيتحط كده على البشره قد ايه؟ اللي هو اللي تحت العين 10 دقائق ممكن يتعمل يوم ويوم ممكن وهو كل حاجته طبيعيه بس مش شرط ان كل حاجته طبيعيه ان هو هيكون مناسب لنا كلنا فبرضه لازم نعمل التيست. التيست هو متكون من الشاي والسيروم والصبار وعصير الخيار والبطاطس بس فان شاء الله يا رب يكونوا استفدتوا. بنشكرك واستمتعنا جدا بالفقره بتاعتك ودايما كده منورانا بكل جديد. شكرا حبيبتي. نطلع فاصل وبعد الفاصل معانا مفاجاه. ورجعنا لكم تاني في برنامجنا الجريء والجميله. معانا النهارده البلوجر والموديل شاري عصام. ازيك يا شاري؟ تمام الحمد لله. عامله ايه يا شاري؟ تمام تمام كله حلو؟
كله تمام. ازيك ياسمين؟ الحمد لله. نوراني ياسمين والله. طبعا يا جماعه بنعتذر لكم جدا ان ياسمين ما جاتش الحلقه اللي فاتت لظروف صحيه. اعتذر للناس ياسمين عشان الناس كانت مستنياك وسالت عليك. ظروف والله بس الحمد لله عدت على خير. مش كورونا ما تخافيش. مش كورونا مش هتعدي. وانا معاك والحمد لله النهارده. طيب بصي يا شيري هبدا معاك كده بالراحه كده على الهادي خالص. شيري طبعا يا جماعه شيري عصام من البلوجر والموديل المعروفين جدا على الساحه. مش قوي. لا قوي. هي معروفه بسيشناتها اللي هي ايه فيها نوع من انواع الجراءه شويه بس احنا طبعا مش هنتكلم في الموضوع ده. احنا عايزين نعرف في البدايه انت ازاي دخلتي مجال الموديل اصلا؟ في البدايه كنت بطلع مشاهد في الميديا وبعد كده ما لقيتش نفسي فيها قوي. لا البدايه خالص انت مين اول حاجه واحد حطك على اول سلمه؟ ريجيسير اسمه حسن. ريجيسير تمام. بعد كده انا بقى لقيت نفسي بتعرف على بنات هما بينزلوا بنزل معاهم كده بس مش اكتر. بعد كده لقيت نفسي بقى بنزل في الحوار بس اختفيت سنتين كده وبعد كده نزلت بقى من اول السنة كده قلت افوق لنفسي شوية وابتدي. ايه سبب بقى الغيبة السنتين دي؟ كان ارتباط. ارتباط اختفاء تام من كل الاكونتات بس مش اكتر. تمام. كلميني شوية شيري عن السيشنات بتاعتك. انا شايفة او ملاحظة ان السيشنات بتاعتك كلها شخصية يعني مش عاملة استشانات فاشون او ويدينج او يعني ميكب. كلها استشانات ليك انت شخصيا. ما كانش عندي علاقات كتير بفاشون ديزاينر ينزلني ويدينج وكده. اما نزلت اجرب وكده كان بصراحة بيصادفني ان الفوتوغرافر بيبقى مش كويس. اي كلام ملوش اسم يعني. بيبقى لوكيشن زي ما يكون مش حلو. طيب فما بيبقاش بكومنتي. شايفه اساسيات اللي بتنجح السيشن هل ان احنا نلبس لبس جريء ويبقى فيه عري كتير ولا بيعتمد السيشن عري سوري ولا السيشن بيعتمد على الموديل والميك اب بتاعها؟ انت شايفه ايه؟ لا هي ملهاش علاقه باللبس خالص. يعني ممكن واحده تكون لابسه مقفل جدا زي بتاع الحصان اللي انا لسه عاملاه الاخير. صور اخر سيشن. ممكن برضو يعمل ضجه بس الفكره بقى ان الناس دلوقتي بقت بتحب كل حاجه جريئه. اللي بيبقى مش جريء بيلفوا كده بسرعه. بتقابلك كومنتات سخيفه او ناس بتدخل كتير كتير. ده بيبقى على اي صور ولا على الصور الجريئه بس؟ الصور اللي فيها مثلا على اي حاجه فكره. على اي حاجه لو حطيت صوره بلابسه جاكيت كده عادي بلاقي كومنتات سخيفه والازر بقى مليان. ده كله كان الاول بصراحه بيأثر في نفسيتي ومش عايزه اتشهر ومش عايزه ابقى ترند وبعدوني وبعدوا عني ومش عارف ايه. ده سبب كبير برضو ان انا كنت مش مهتمه بالحوار قوي. بس بعد كده عرفت بقى ان حتى الولاد بيجي لهم كده في اللايف فيديوهات بيخشوا يشتموهم. اي شخص ناجح لازم يلاقي كومنتات سلبيه. يعني انت شايفه انك انت ناجحه؟ الى حد ما. اصل ما انت بتقولي دلوقتي ان انا بيجي لي كومنتات سلبيه. اي شخص ناجح بيجي له كومنتات سلبيه. دي حقيقه. فانت كده شايفه انك ناجحه عشان كده بيجي لك كومنتات سلبيه؟ انا ناجحه حتى لو بعمل حاجه جريئه. يعني انت شايفه ان الكومنتات السلبيه دي ما بتجيش على اساس ان احنا مثلا عاملين سيشن خليع شويه او سيشن جريء شويه؟ ما فيش حاجه اسمها يعني خليع وكده. لان انا مش بارزه يعني حاجه فتنه ولا حاجه. سيشن الورد كان ما فيهوش اي الجاكيت كان فكره ان بنت طالعه من سهره وبتدخن وفي مود تاني ومسافره كده فيها كذا سيشن. وهو اللي عرض عليا الحوار ده الفوتوغرافر. كان دايما يجيب من على جوجل الافكار الجديده. بالنسبه لانتي لو الفوتوغرافر عرض عليكي فكره انتي ما بتفكريش في الفكره هل ان هي تناسبك او لا؟
هل ان هي ينفع تعملها؟ ما احنا انت عارفه طبعا احنا في مجتمع شرقي مش كل الافكار بتناسبنا، فانت بتدرسي فكره السيشن اللي بتتقلك ولا بتنزلي على طول مع راي الفوتوغرافر؟ بصراحه انا كنت يعني بثق في رايه جدا، فعشان كده يعني اللي هو انا كنت بتنزلي بدون شايفة ما انا بقى انا بحب الحاجات المختلفه. يعني اي بنت بتلبس ويدنج بتتصور، اي بنت يعني انا شايفه اي بنت بتصور ويدنج بتصور ميك اب بتستخدم اي حاجه عشان تظهر نفسها. انا البساطه يعني انا بحب البساطه. بس احنا لو هنتكلم عن البساطه فاحنا بجد اخر سيشن ليكي كان بسيط. يعني اخر سيشن كانت سيمبل، لابسه لبس كله حلو قوي. ومعاها حصان بتاع هنشوفه دلوقتي. بص الصوره عامله ازاي، يعني لابسه لبس كله طويل مقفول، رغم ان الصوره مش ملفته وما فيهاش اي حاجه قصيره، بس الصوره لذيذه. ناس كتير جدا دخلت اتكلمت عليها مشاهده برضه. وده قبل ده كان تقريبا قبل السيشن. ده قبل السيشن. ده بعد ما خلص السيشن خلاص. قلت لا هاخد سيشن، يعني هاخد صوره كده معايا كده كاسون بس. مش ايه رايك يعني يا شريف التيك توك والكومنتات اللي بتجيلك عليه؟ طبعا انا عارفه ان انت الفولو عندك على التيك توك معدي، يعني معدي 100,000. مدي رقم. الفولورز عندي 100، والفيو عندي الاول كان يعني كان بيجي 1,400,000 ونص مليون والارقام دي. لما غبت بقى السنتين الفيو قل شوي، بس بيجي لي برضو بتواجهي برضو كتير. كومنت مش لذيذ زيه زي الفيسبوك ولا انستا ولا لا؟ ده طبيعي، ده طبيعي، ونزل لي كذا فيديو ترند وكده، بس الكلام ده من حوالي قبل ما 5 شهور. والكلام ده وقبل ما ارتبط. الكلام بس. طيب دلوقتي انت عملتي سيشن دلوقتي هادي جدا. تمام، هل ده خلاص كده انت خدتي لاين انك انت مش هتعملي تاني سيشنات فيها اي نوع من انواع الاغراء؟ لا، انا ناويه ان انا اخش في الاعلانات. عايز تعملي اعلانات؟ صح. ايه اللي انت بتطمحيه بقى؟ يعني ايه اللي انت نفسك تعمليه في 2021؟ ان شاء الله يعني هبقى موديل اعلانات، وهنزل على قنوات تقيله ان شاء الله. وناويه اكتر في السيشنات، اعمل حاجات مختلفه برضو. ناويه اعمل في دهب، وناويه اعمل في لبنان سانت كاترين. وسانت كاترين ايوه. ناوية اعمل في حاجات مختلفة بلبس مختلف. طيب يعني في مقولة يعني دايما معظم الشباب بتقولها اكتر من البنات، يعني البنت تقلع اكتر تتشهر اكتر. بالظبط. انت شايفة ايه، المقولة دي صح ولا غلط؟ لا غلط، مش شرط، في بنات مش بتقلع ومشهورة زي سلمى متولي. موديل وبلوجر. بص انا مش متابعة قوي الموديلنج وكده البنات، يعني انا في دايره صغيره، لسه ما عنديش علاقات كتير، بس انا ناويه ابقى يوتيوبر، ناويه ابقى موديل، ناويه اكون بلوجر كبيره. ناوية الفرق بين البلوجر والانفلونسر ايه؟ الانفلونسر دي بيكون، يعني في ناس كتير قوي ما تعرفش يعني ايه انفلونسر. دي بيكون جمهورها هي، لو هي متابعه اي حد وبتحبه قوي الناس هيتابعوه، هيحبوه عشان هم بيحبوها. لكن البلوجر دي بتعمل مثلا مثلا فيو عن منتج، بيجامه، ميك اب، لينسز، حاجات كده. في ناس كانت دايما تقول انك انت طريقتك في الكلام دي مصطنعه، يعني انت ما بتتكلميش كده في طبيعتك. لا، وراثه عن مامتي. ودايما بيشبهوها، مش عارفه، بصفي نار. انت ولا مامتك؟ ايه؟ انت ولا مامتك؟ لا، طريقة الكلام. طريقة الكلام زي صافي نار. لكن الشكل يعني احيانا تغيير من الميك اب شوية. بس انت مصرية. حتة في الرأس شوية، فبيخلوني يعني بيشبهوني بيها شوية، بس انا مش شايفة ان انا اشبه لها قوي يعني. هي لو مامتك شبه صافي نار فكانت لا لا لا، مامتي مش شبه صافي نار، بس احنا طريقه كلامنا واحده يعني، واخداها منها. لو جيت كلمت مامتي مش هتعرف. انت اصولك منين يا شيري؟ يعني اهلك منين؟ مامتك منين؟
لا انا مامتي من الصعيد. اه. ومواليد السيده زينب. ووالدي القلعه واصول تركيه. عشان كده عرفنا طريقتك. بس لكن انا مولوده في منوفيه وعايشه في القاهره. منوفيه وسيده وقلعه وقاهره. لا 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 حاجات ملخبطه كده ما تركزتي. طيب انت تحبي تقولي ايه لجمهورك اللي بيتابعك على التيك توك وعلى الانستجرام؟ يعني بتمنى يبطلوا سلبيه وان شاء الله يعني هيلاقوا شخصيه تانية يعني ناجحه وعايزاهم يقفوا جنبي. ايه انت الفتره الجايه بتوعديهم ان انت هيلاقوا شخصيه تانية وفي حاجات كتير تانية كويسه ان شاء الله كتير تفيدهم يعني. اهم حاجه انك تعملي حاجه تفيد الناس اللي بتتابعك بحيث اللي بيتفرج عليكي مختلفه وحلوه اكيد ان شاء الله. تحبي تنصحي البنات بايه اللي بيفكروا يدخلوا مجال الموديل او الاعلانات؟ هتتعب جامد ولازم يكون عندها شخصيه من حديد وتبقى راجل قبل اي حاجه. زي ما احنا شايفين كده راجل. بالظبط. اقصد راجل في شخصيتها في التصرفات في تصرفاتها يعني. احنا اعملي اللي انت عايزاه بس كون اللي قدامك عارف ان انت شخصيتك زي الراجل بس. ماشي يا شيري احنا بنشكرك جدا. نورتينا. اه بجد نورتينا. وعايزينك دايما بقى ايه سيشناتك تكون احلى واحلى كل ما ده في التقدم. ان شاء الله خير. تعملي حاجه بجد تخلي الناس تستفيد بيها. ان شاء الله. شكرا جدا. رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انتظروا. بنشكركم جدا. الفقره دي كانت فقره مختلفه غير اي فقره احنا قدمناها بقالنا 4 5 حلقات تقريبا بنقدم ميك اب بس. قلنا ننوع لكم جايبين لكم بلوجر من اشهر بلوجر الموجوده شيري عصام. فاصل ونرجع لكم تاني مع ميك اب ارتست. رجعنا لكم بعد الفاصل زي ما وعدتكم مع خبيره التجميل ايه البراوي. ازيك يا استاذه ايه؟ اهلا بحضرتك. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. كله حلو؟ كله حلو. مفيش اي توتر مفيش اي حاجه؟ يعني شويه. ايه الجمال اللي انت عامله لنا ده؟ ميرسي ده من ذوقك. بجد حلو جدا. ايه رايك يا كريم؟ تحفه. ازيك ايه عامله ايه الاول؟ الحمد لله تمام. ايه بقى اللوك الجميل اللي انت عاملاه النهارده ده؟ ده برايدل لوك. يعني ما ينفعش يتخرج بيه خروجه انت عرايس بس. لا اه بالظبط كده. ليه اخترتي بالاخص الجليتر؟ يعني شايفاكي مزوده جليتر كتير عشان في الاي شادو. بيظهر العروسه. يعني بيظهر بعد ما بتبقى لف الطرحه او الشعر كمان لما بتعمل بيظهر جدا يعني. لكن الشيمر يعني انت مش بتفضليه في لوك العروسه؟ لا بصي مش مع اي حد بحط الشيمر طبعا بس مش مع اي عين. ده هي ما شاء الله اللوك يعني تحفه. تحفه دي كلمه قليله. دخلتي ازاي الاول مجال الميك اب؟ اختفناك على طول كده عايزين نعرف دخلتي ازاي. بص هو انا كنت الاول بحب اعمل ميك اب جدا لنفسي لاصحابي الكلام ده. بعد كده طورت من نفسي واخدت كورسات. والحمد لله ربنا وفقني. المجال دراستك ليه علاقه بالميك اب؟ لا لا خالص ملوش اي علاقه. لا. يعني انت حابه الميك اب وكنت الاول بتعمليها على نفسك وبعد كده بداتيها مع اصحابك وبعد كده قلت انا عايزه اشتغل ميك اب. اه بالظبط. ايه طموحك بقى في المجال ده؟ ان انا يبقى ليا اسم مسمع جدا يعني. باذن الله ان شاء الله. طيب قولي لنا بقى بدات ازاي اللوك؟ طبعا نورهان يا جماعه انتوا طبعا عارفينها يعني هي الراعي الرسمي الموديل الرسميه لبرنامج الجريء والجميل. بدات ازاي بقى؟ عملتيها ايه؟ أي الاول بنمسح البشره بالتونر. بعد كده بنرطب البشره. ببدا انا بحب ابدا بجزء العين لان اي حاجه بقى الشادو بيقع على الوش وكده فبيكون خلصيه الاول. بالظبط بخلص جزء العين كله وبرجع بقى ارطب البشره واحط البرايمر. بدي كل حاجه وقتها يعني. الترطيب بديله مثلا 5 دقايق بعد كده ارجع احط البرايمر بعد كده. لو في هالات بقى حبوب الكلام ده كله لازم انا احط كوريكتور وارجع احط كونسيلر تاني درجه غامقه عشان يختفي. بالظبط كده. وبعد كده احط الفونديشن بتاعي. بقى الروج الكونتور بقى الكريمي والباودر والهايلايتر والبلاشر. ازاي بتقدري تختاري الرموش للموديل؟ على حسب جفن عينيها يعني. لو هي عينيها واسعه وفي مساحه بعرف احط ان انا رمش اللي يعني يبقى عالي يظهر اللوك معايا. لكن طبعا العرايس ما بحط لهمش يبقى ظاهر قوي كده. ازاي انسق الوان الميك اب مع الوان اللبس اللي انا لابساه؟ بصي السؤال ده فعلا مبسوط انك سالت السؤال ده. لان السؤال ده فعلا في بنات كتير جدا بتحط اي حاجه ميك اب على لبس ما يليقش خالص عليه. ولا اي زي مثلا نورهان ده ميك اب عروسه وهي مش لابسه عروسه. لا 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 بس لايق هي جميله ما شاء الله. المره الجايه نلبسها ان شاء الله باذن الله. يعني مثلا لو لابسه على بنيات بتعملي حاجات نود
طبعا لو خروجه او كده بلاش شمري، ما منصحش بيه يعني، او حاجه تبقى مثلا بسيطه جدا. لو لابسه مثلا اسود زي ما حضرتك لابسه بيسمح لك ان انت تعملي الدرجات اللي انت عايزاها، بس برضو تبعدي مثلا عن الاخضرات والاحمرات وال الاخضر بيحط فوق عيني اخضر صعبه غريبه. بس يعني بتاخدي اهدى درجات الفاتحه اللي هي المات وبتحطيها. في وقت اختلاف في الوقت بين لما تعملي ميك اب لعروسه او ميك اب مثلا للخطوبه؟ كتير جدا. بص، هو الخطوبه والزفاف يعتبر زي بعض بالنسبه لي، بس سواريه بقى الخطوبه اللي هي بتبقى عائليه وكده وقت اقل شويه. اقل كتير، اقل شويه. معانا صور ليكي على الهواء. ده شعر انت كمان بتعملي شعر؟ ده بروتين. بنعمل بروتين. ازاي هو الكرياتين دلوقتي بقى موجود ولا اصلا كل معظم اللي في السوق البروتين الفيلر كده بوتكس الفيلر. اول مره اعرف ان في فيلر في الشعر. في فيلر وبوتكس في الشعر؟ الشعر انا اعرفه للوش شفايف في الحاجات دي. في انواع فيلر للشعر زي البروتين كده. بصي بقى الفيديو ده، جميل جدا. دي عروسه طبعا. عروسه دي موديل بس لوك عروسه. برايدل لوك. لوك عروسه. كنت حاطين عليه اغنيه حسين الجسمي صح تقريبا؟ لا مش فاكر. شلنا الاغنيه. الوانات كشمير. كلمينا طيب عن اللوك ده شويه. انا بحب جدا الالوانات دي اصلا يعني، بحسها قوي. انا شايفه اللوك ده كشمير وده برده كشمير بس جليتر. بميل قوي للالوان دي بصراحه يعني. طب انهي احلى، الموديل دي ولا الموديل دي؟ لا هما الاثنين امارات طبعا يعني، مفيش كلام. عدي الليل. هي مطوله معانا شويه نسمع. وده كان قبله بعد. اختلاف تام. الله يكون في عون العريس والله بجد. كده هنروح بقى مش هشتغل تاني. لا بجد تسلم ايدك. ودي كانت موديل برضو صح؟ دي كلهم. ماشي يا جماعه رجعوا له الصوره كده اللي قبل دي. دي نفس الموديل. هي بتاعت الفيديو. دي الموديل اللي هي ده قبلها قبل. ده قبل وده بعد. سبحان الله ما شاء الله شكلها فعلا. والله هو بيبقى مرات على فكره قبل والله العظيم، بس هو الطبيعي ان هو الميك اب بيغير اي حد. يعني برضو مش لازم. بس جميل جميل جدا. انت خايفه مني انا ما تخليش تعمل حاجه. ازاي بتقدري مثلا لو عروسه تثبتي لها الميك اب الفتره دي كلها الصبح السيشن والفرح بتاعها لحد ما تروح بيتها؟ صعب جدا طبعا. ده بيفرق بقى في الماتيريال. يعني الفاونديشن بيبقى يقعد 12 ساعه، البرايمر ذات نفسه بيبقى. طب ممكن اشرح لنا على الموديل بقى. تمام اشرح لك ايه يعني. اشرح لنا الطريقه ديت ازاي بتثبتي الميك اب من بدايه لحد. هو اول حاجه ان هو البرايمر ده لازم يكون برايمر كويس قوي. مش اي نوع برايمر للعرايس. بفرده على البشره. بعد كده طبعا بحط الفونديشن. بعد الفونديشن بقى اللوس باودر. اللوس باودر لازم بقى بعمل بيكنج تحت العين عشان اثبت الكونسيلر اكبر فتره. بعد كده بعمل بقى الكونتور باودر بعيد على الكريمي وبثبت بقيه الوش كله. وبعد كده برش الفيكس بلس. هو ده اللي ده المثبت. ده المثبت، ده اللي بيقعد الميك اب معايا اطول فتره. طيب اخر سؤال، تحبي تقولي ايه بقى للناس اللي بيتفرجوا عليكي دلوقتي والناس اللي هم متابعينك على البيج بتاعتك على الفيس وعلى الانستجرام والكلاينت بتوعك اللي بيحبوا يتعاملوا معاكي؟ هو اصلا يعني لولاهم هو انا ما كنتش هبقى موجوده هنا. حب الناس يا جماعه. بحبهم طبعا. بس مش هسأل اي حاجه تاني. طب ايه اللي انت بتتمنيه في 2021؟ بتمنى ان شاء الله اوصل لكل اللي انا عايزاه. ويبقى عندي بيوتي سنتر كده كبير. طب انا كنت عايزه اسالك سؤال برضو قبل ما نختم، مين بقى اللي يعني واقف معاكي في الموضوع ده ودعمك كده ان انت تبقي ميك اب ارتست مشهوره؟ طبعا اول حاجه جوزي. هو الوحيد كان في ظهري. ربنا يخليك. طبعا مامتي هي كان جزء كبير جدا برضو من اللي انا فيه ده دلوقتي. احنا بنشكر مامه الاستاذه ايه وباباها على وقفتهم جنبها جدا طبعا. ولولاها ما كانتش موجوده النهارده معانا النهارده صح كده؟ بالظبط فعلا. وبنشكرك برضو يا ايه على وجودك معانا، بجد نورتينا وعامله لنا لوك يعني جامد جدا. ميرسي. نورتينا وفرحانين ان انت كنتي معانا النهارده. شكرا يا نورهان. وشكرا يا نورهان. شكرا. بنشكركم جدا على مشاهدتكم لينا، وان شاء الله تقابلونا الحلقه الجايه في حلقه جامده جدا جدا. انتظرونا.